الحمد لله ما كاين عندنا حتى حاله في خنيفره، وهذا بفضل مجهودات السلطات المحليه اللي قايمه بالواجب ديالها. الحمد لله حتى المواطن واعي بالمسؤوليه وملتزم بالحجر الصحي، وهذا تقريبا دابا شهر وشي حاجه. راه نتمنوا باش يزيد يصبر المواطن ويلتزم بالحجر الصحي. بالنسبه للحاله الوبائيه بخنيفره الحمد لله عندنا زيرو حاله، ولكن هادشي ماشي مؤشر بان احنا راه تجاوزنا منطقه الخطر. بالعكس، ان هاد زيرو حاله خلات بزاف ديال الناس مستهترين وما تيحترموش اوقات الحجر الصحي. هاد الحجر الصحي راه دايز بخير وعلى خير الحمد لله. على كل حال الله يجازيكم بخير، وقد دخلوا لديوركم وشدوا وليداتكم الصغار ما بقاش تخرجوهم. الشباب الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين، شدوا راسكم راه هادشي قريب يفوت ان شاء الله، راه ما بقى قد ما فات. شدوا معنا الصف، الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بخير. نتيجة صفر حالة في مدينة خنيفرة هو الدليل على أن السلطات المحلية قايمة بواجبها، وتا المواطن حتى هو قايم بالواجب ديالو. إلا بغينا إن شاء الله نخرجوا من الحجر الصحي خاصنا كاملين نتكاتفوا ونتضامنوا باش راه غادي نعانقوا الحرية عما قريب إن شاء الله. الإخوان والأخوات، كنلاحظوا ان مجموعه من المواطنين، اظن ان نصف المواطنين ما كيرتديوش الكمامات ديالهم، وكنلاحظوا عبر القنوات العالميه والاوروبيه ان والوطنيه ايضا ان مجموعه من المواطنين كيرتديو الكمامات ديالهم. واش حنا مثلا احسن من دوك الناس ديال اوروبا؟ الله يجازيكم بخير، ارتديوا الكمامات ديالكم للوقايه ديالكم. رسالة للشباب، الله يرحم الوالدين الخوت، بقاو في ديوركم باش ما تجيبوش شي حاجة لمالين داركم، إلا عزاز عليكم بقاو في ديوركم معاهم. هاد الوباء هذا غادي في نتيجة إيجابية الحمد لله. حنا التجار كنحلو مع هذيك 8 ونص 9، تنسدو مع هذيك 5. واضح هادشي ديال الحجر الصحي راه مزيان، وتنطلب المواطنين اللي جلسو تا هما في ديورهم. الحمد لله خنيفرة راه ما فيها والو، هاد الساعة راه ما فيها والو، وحنا الله واش كنباع، وتا حنا راه متلازمين. راه حنا مازال ما فتناش نقطة الخطر، وخصنا كاملين نتحدوا ونضامنوا ونلتزموا جميعا بالتعليمات بوضع الكمامة وتفادي التجمعات غير الضرورية. كل واحد يبقى في داره، والخروج إلا للضرورة القصوى. كما هي ديال النون غير تربي لي عفوا ان شاء الله، انت تربي ديال ربي شان راحي مزغور.